مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. قلنا ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة اللي في حقيقة مهمة بزاف. العنوان ديالها خطأ شائع ممكن ان يسقط فيه مربي الارانب ويمكن ان يعني يخسروا هذا المشروع باكمله. الخطأ الشائع وهو ان غادي نديروا الارانب مختلطين يعني في جهة واحدة وغادي نكبروهم، يعني كيبان الامور كتبان عاديه نورمال عادي. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو يعني فيه جام بحال هادو، غادي نبداو نديرو قاص يعني كاج خاص بالولادات، يعني فيه بلاصه ديال الولادات وبلاصه ديال منين كيكبروا بلاصه ديال التسميم. هاد الخطا هذا في الحقيقه وقعت فيه انا براسي، يعني وقعت فيه ووقعوا لي مشاكل. اشنو هو؟ ان الارانب كيبقاو ينتفوا من الشعر من بعضياتهم، يعني كيولي الارنب ما يمكنش ان غادي تبيعو. علاش؟ لان كيولي تقريبا سكوليط، يعني كنقولوا حنايا غير سكوليط، يعني غير اللحم، غير اللحم كيبقى يبان. الملاحظ انكم كتبقاو كتشوفوا بعينكم ان الارنب كياكل خور، يعني كيبقى ينتف هذاك الشعر من 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 من, من الاخ ديالو. بقيت كنفكر كنسول كنبحث، يعني حتى واحد ما عطاني شي اجابه يعني مقنعه. يعني كاين اللي كيقول لك حقا خصك دير لهم فيتامين لان ناقصهم واحد الماده، راه هذيك الماده كتنقصهم وكيبقاو ياكلوا الشعر. كاين ناس اخرى قال لك لا، راه ماشي شي ماده، راه غير هما يعني هكاك الطبيعه ديالهم. المهم دوز الخلفه الاولى الخلفه الثانيه، هادشي في البدايات ديالي. دابا الحمد لله تجاوزت هاد الخطا. الخطا وهو كالتالي، يعني نعطيه لكم يعني بعجاله، ويعني ما تبقاوش كاع ديروا مره اخرى هاد الخطا. الخطا وهو انكم تشركوا الخوت مع بعضياتهم، عفوا الخوت تشركوا يعني اخوه اخرين مع 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 لا 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 لا، يعني تشركوا خلفه مع خلفه. الا شركتوا خلفه مع خلفه كونوا متاكدين ان هذا المشكل غادي يوقع لكم، وما غاديش انتم تبارك الله انتم هاد الارانب راهم باقيين عايشين مع الام ديالهم، وكذلك هادو هما راه باقيين عايشين مع الام ديالهم. دابا ملي كيبداو يكبروا وشدينا هادو هاد الصغار هادو وخلطناهم مع هاد الصغار هادو، كونوا متاكدين ان ما غاديش يعجبكم الحال، غادي توليو غتلقاو الارانب ديالكم ماشي بحال هكا يعني مكسيين بالشعر، وانما غادي تلقاوهم يعني حنا نقولوا بحال السكوليط، او الله يستر كيبان بحال الشكل ديال الجربه، يعني كيبقاو ينتفوا بعضياتهم حتى كيبقى يبان اللحم. علاش؟ لان هو ماشي خوه. اذا ما كانش خوه عفوا، اذا كان خوه ما ينتفش منه. الا شم شي ريحه ديال 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 شي حد اخر كيبقى ينتف منه. يعني الاخوه بعضياتهم ما كيتناتفوش، هانتوما كما كتشوفوا هانتوما باقيين مكسيين بالشعر ديالهم عادي. هادو كذلك راهم خلفه وحده، هانتوما واخا كتشوفهم تبارك الله يعني جايبين العدد، ولكن راهم خلفه وحده. الا مشيتو حتى شديتو مثلا هادو، يعني هما هادو نقولوا غادي نشدهم وغادي نديرهم في كاج واحد مع هادو، كونوا متاكدين غادي تلقاو واحد المشكل، ومشكل كبير. غتلقاو باللي كاين نتيف، كيبقاو ينتفوا من بعضياتهم الشعر حتى كتولي شبه جربه، كتولي لان ما تقدرش تبيعو لان المظهر ديالو كيكون يعني منتوف. يعني هذاك المشتري غادي يقول لك راه مريض هذا الارنب، يعني ممكن انه هو راه صحيح وراه يعني جايب الميزان انت يعني تهليتي فيه، ولكن الشعر هو اللي كيبين الارنب، الشعر ديالو كيبين الارنب. تخيل واحد الارنب منتوف من واحد الجهه، كتبقى تقولوا لا يمكن فيه شي حاجه، الله اعلم، يمكن واش هذيك جربه، واش شي حاجه راه واقعه له مسكين، وهي لا راه غير خطا في التربيه. يعني خصكم ديروا كيجان خاصين بالولادات، بحال دابا هذه راها ولاده، هذه راها الام ديالهم، راها الشبيكه ديالها ولدتهم، راهم كبروا معاها الحمد لله.
ولكن منين تجيو ديروا يعني التسمين، منين بغيو ديروا التسمين، كل اخوه تخليهم مع بعضياتهم، هادو اخوه تخليهم بوحدهم تيسمانو وتبيعوهم، هادو كذلك اخوه تخليهم يسمعوا وهكذا دوالك. ضروري انكم تخليوا الاخوه مع بعضياتهم، ما تخلطوش وحدين اخرين. كذلك ملي كتكون الانثى يلاه ولدت وحده اخرى حداها ولدت، الا شديتوا الصغار ديال هادي وهي عاد صغيره يعني عاد كيرضعوا، وشديتوا الصغار ديال هادو عطيتيهم الهادي، كونوا متاكدين ان هادي كتاديهم، لان كتشم الريحه ديال غريبه عليها، واحد الريحه غريبه عليها. كذلك ملي كيكبروا، ملي كيكبروا الاخوه بعضياتهم خليهم مع بعضياتهم، ما تخلطوش لا 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 يعني هاد الاخوه يعني ديال هاد الانثى مع هاد الاخوه ديال هاد الانثى، لا خليه هادو تسمين بحال التسمين كاش، قسموه مورصويات هكا، كل الاخوه خليهم تيكبروا مع بعضياتكم وبيعهم. هذه هي الخلاصه ديال هاد الحلقه هذه، وراه حلقه مهمه، لان راه غادي الا مشيتو تشاركتوا يعني في كاج واحد الاخوه راه كيوقع واحد المشكل، يعني حقه كيخسر، لان يعني كيولي الارنب ما مشوه، ما يمكنش انك غادي تبيعه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، وكنستسمح على التاخير ديالي واحد سيمانه ما درتش فيديوهات، وما بقيتش نجاوب على لي كومونتير نظرا للخدمه ديالي، عندي الخدمه ديالي حتى انايا. المهم ان شاء الله غادي نداركوا هذا الموقف، ونبقاو نديروا يعني فيديوهات كل يومين ولا كل نهار ان شاء الله. مبروك عواشركم، وكنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش زر جيم، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.